فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، أصحاب الفخامة ورؤساء الدول والحكومات، معالي السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدات والسادة، توجه بخالص التحية إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي على رئاسته الناجحة للاتحاد الإفريقي. واسمحوا لي أن أهنئ أيضا فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني على تبوؤه رئاسة الاتحاد، وأثق في أن قيادته الشخصية ستساهم كثيرا في الارتقاء بمستوى شراكتنا وتمنياتنا وتمكينها دعما لأولويات دولنا ونصرة لقضايا شعوبنا. تعد الشراكة العربية الإفريقية من أقدم الشراكات التي يتجلى فيها عمق الروابط العربية والإفريقية، ونتطلع جميعا إلى تعزيز جهودنا من أجل دفع هذه الشراكة نحو آفاق أوسع للاستفادة بكافة الموارد الطبيعية والبشرية الكامنة في كلتا المنطقتين العربية والإفريقية. إن انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة يمثل مصلحة مشتركة وتتويجا مهما للتعاون بين المنطقتين. وتعمل الجامعة العربية بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف على التحضير الجيد لانعقادها وتعزيز الجهود الرامية لنجاح كافة برامج التعاون العربي الإفريقي القائمة، والعمل على استكمال الخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق العربي الإفريقي للحد من الكوارث والمركز العربي الإفريقي لتبادل المعلومات حول الهجرة وغير ذلك من أطر التعاون المؤسسي. السيدات والسادة، لا زال قطاع غزة يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني. عشرات الآلاف فقدوا حياتهم وأغلبهم من النساء والأطفال. يستمر الاحتلال الذي يفتقد لأي شرعية قانونية أو أخلاقية في ارتكاب المذابح ومتابعة تنفيذ مخطط اليمين المتطرف بإفراغ الأرض المحتلة من سكانها وتحقيق التطهير العرقي. إن هذه الحرب الوحشية تعكس عجزا دوليا عن وقف العدوان برغم قوة الرأي العالمي وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم. ولكن الحرب من ناحية أخرى أيقظت صوت الجنوب ووحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني والرافضة لاستمرار آخر استعمار باق على ظهر الأرض. إننا نثمن عاليا كافة المواقف الإفريقية التي عبرت عن الانحياز المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان، ونقول بوضوح أن هذه المواقف لابد أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67. باعتبار ذلك هو الحل الوحيد العقلاني لإنهاء الصراع، وهو الحل الذي تبنته جامعة الدول العربية منذ إقرار مبادرة السلام في قمة بيروت عام 2002. وفي هذا المقام لا يفوتنا أن نشير بالبنان وبكل تقدير لما قامت به جنوب أفريقيا ولا زالت من جهود في محاسبة الاحتلال وفتح جرائمه والسعي لوضع حد للمذبحة بإقامة الدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. حضور الكريم، لا زالت الحرب مشتعلة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهي للأسف حربا تزداد ضراوة وشدة، ولم تتوقف الجامعة العربية عن الدعوة في كافة قراراتها واجتماعاتها إلى ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة الشعب الفلسطيني السوداني ومقدراته وصونا لوحدة أراضي السودان وسيادته وتأسيس
نهجنا على التحرك بشكل متناغم مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف على أساس المحددات الرئيسية التالية: أولاً، الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والحيلولة دون انهيارها. ثانياً، دعم جهود تحقيق شروط وقف إطلاق نار شامل ومستدام، بما في ذلك جهود منبر جدة وأي جهود أخرى تفضي لهذه النتيجة حقناً للدماء. ثالثاً، إعادة إطلاق مسار سياسي سوداني شامل يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية بمهام محددة. حضور الكريم، يبقى دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه من بين الأولويات الرئيسية للجامعة العربية، وتنظر الجامعة بكل ارتياح للإنجازات التي حققها الصومال على أصعدة مختلفة، غير أن التحدي الأخطر الذي تواجهه الدولة الصومالية حاليا يتمثل في المحاولات الانفصالية لبعض أقاليمها، ولا تزال الجامعة مستمرة في مساعيها لدعم الصومال في الدفاع عن حقوقه السيادية بالتعاون مع حكومة الصومال الفيدرالية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة لمنع أي تهديد لأراضيها. وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا والذي يمثل أولوية مشتركة ومهمة لنا كشركاء في العالمين العربي والإفريقي، فإننا ندعو كافة الأطراف الليبية إلى اللجوء للحل السياسي وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية وصولا إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي تحفظ وحدة البلاد وسياستها وتنهي الوجود العسكري الأجنبي، وكذا تعزيز الحوار مع دول الجوار. تؤكد الجامعة العربية على رغبتها في استمرار العمل الوثيق مع الاتحاد الإفريقي من أجل الوصول لهذه الغايات. إن التحديات التي نواجهها كبيرة ومستمرة، ولكن عملنا المشترك يظل طريقنا الذي اخترناه لمواجهة التحديات والأزمات وصناعة المستقبل. شكرا لكم على حسن الاستماع.